والإرهاب والإجرام تستهدف المدنيين مع كل انتصار للجيش العربي السوري لتعبر عن حقدها وجبنها ودناءتها. استهدفت التنظيمات الإرهابية دار الأوبرا في دمشق بقذيفة هاون ليلة أمس أثناء دخول فرقة بارمايا للفولكلور السرياني لحضور حفلة من مهرجان قوس قزح. وزير الثقافة محمد الأحمد زار الجرحى بعد إسعافهم مؤكدا على استمرار مسيرة الحضارة في وجه الهمجية والإرهاب. أحبابنا من القامشلي أتوا بالأمس ليقدموا الفرحة وليقدموا الخير والجمال، وكما ترين يعني هم الآن على أسرة المرض، لكن الحمد لله كانت الإصابات خفيفة، يعني يوجد يمكن حالة أو حالتين بحاجة إلى مزيد من المتابعة. واجتمعت بالسيد مدير المستشفى الذي أعلمني بأنهم كان من الممكن أن يغادروا اليوم، لكنه أحب أن يستبقيهم إلى يوم غد لمزيد من الاطمئنان. أنا أقول اليوم بعد كل ما مررنا به، أنت ترين سوريا العظيمة، ترين هذا الوطن الذي يحارب هذا الفكر التكفيري الوهابي المغرض الذي يستهدف الإنسان البريء الذي لا حول له ولا قوة، يستهدفه بهذه القذائف التي تحمل الحقد والغدر والخيانة لهذا الشعب. كنا بكل فرحة وبكل سعادة رايحين لدار الأوبرا نتفرج على المهرجان، ومستعدين للبروفات ولشان بكرة نقدم مهرجاننا مع فرقة برمايا للثقافة والفنون السريانية. ونحن داخلين المعهد الأوبرا ونزلت قذيفة وهيك صار، ما شفنا حالنا غير بمشافي. كيف أصراركم مشان بكرة؟ نحن مصرين، لأنه أهم شيء عنا نوصل تراثنا، وأهم شيء عنا كمان أنه نشوف الابتسامة على وجه كل العالم. نحن فايتين ونزل قذيفة الهاون وتصاوبت بكتفي. أنا كنت قاعد عم استنى فيه مشان نحضر الحفلة سوا، فجأة ما بسمع إلا قذيفة وقعت وصياح وعياط، وانصبت بظهري وبخاصرتي هون شظايا، وما لقيت حالي غير هون بالمشفى. والحمد لله تهتموا فيني أحسن اهتمام وأحسن رعاية والله. في دمشق أيضا أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة نتيجة سقوط عدد من قذائف الهاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية التكفيرية على محيط الجامع الأموي وخلف مقام السيدة رقية بمنطقة دمشق القديمة وساحة الأمويين وحي القصاع. 3 قذائف وصلت لعنا على الجامع، سببت لنا أضرار مادية وسببت لنا أضرار جرحى بالأشخاص. طبعا في موظفين عاملين في الجامع الأموي أصيبوا، نتمنى لهم الشفاء. عم نسجل برنامج عنوانه نور على نور لقناة نور الشام الفضائية داخل القاعة. نزلت قذائف قوية جدا. طبعا أنا نبهت المعنيين معنا بالنقل إنه لا حدا يطلع، لكن في مصلين هناك إصابات، بعض الشباب طلع سمعاني هلا كمان قذيفة يبدو بعيد عن الجامع. يعني شيء اللي احنا متمناه نقول انه يعني هذه اخر اوراقهم، اخر اوراقهم، هم قتلة، هم مجرمون، هم دواعش، هم جبهة النصرة، هم اناس لا يعرفون الله ابدا. مهما امتدت يد الغدر لتنال من صمود ابناء سوريا، ستقطع بارادة السوريين وصبرهم وايمانهم بجيشهم.